الفقره دي تحديدا هنتكلم اكتر كناحيه خبريه او معلومات عن المرحله اللي جايه. اولا فوز بثلاث اهداف كمجمل الاهداف مهم، لان الاهداف عنصر مهم بعد المواجهات المباشره. اكيد اكيد هتفرق معانا في نهايه بقى بعد الجوله السادسه، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله اتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان احنا ما نحتاجش لحسابات بعيده عن حسابات النقاط. النهارده انا ومحمد هنفصص لكم كل الاحتمالات الوارده للنادي الاهلي في ماتش سان داونز. صحيح. ان ماتش سان داونز احنا لو تفتكروا اخر حلقه احنا اتفقنا قلنا اهم مباراتين جايين في المجموعه دي الاهلي سان داونز والاهلي بريتوريا والهلال وسان داونز في السودان. هم دول الماتشين اللي على اثرهما سيتحدد شكل المجموعه. محمد من شويه قال لي معلومه، يعني احنا بندردش قبل ما نسجل، ان مهم قوي ان الاهلي يبقى في بريتوريا وهو عارف نتيجه الهلال والقطن. المباراه هتتلعب يوم الثلاث وسط الاسبوع بعد رفض نادي القطن ان هو يعني يأجل للسبت الجاي. اهم احتمال او اهم حاجه نتمناها من ماتش سان داونز يا محمد ان الاهلي يكسب. في حاله نادي الاهلي كسب يا جماعه، بصوا خلي بالكم احتمالات غريبه جدا. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني بدون مقاطعه اذا فاز في بريتوريا نسبه تصدره للمجموعه بيصل لفوق 90% بعد كل اللي انتوا بعد كل اللي شفناه ده بعد كل اللي احنا شفناه ده في اول دور المجموعات. لو النادي الاهلي ان شاء الله كسب سان داونز في بريتوريا نسبه تصدره للمجموعه بتتعدى 90%. حد هيقول لي ليه؟ نشرحها بقى يا محمد. قول لي بقى نبدا ازاي دلوقتي. سان داونز عنده كام نقطه دلوقتي؟ 7 نقط. حلو. والهلال 6 والاهلي 4 نقط. اكيد نادي الهلال بنسبه تفوق ال 99% هيكسب القطن يوم الثلاثاء اللي جاي. تمام، كده الهلال وصل ليه 9 نقاط. النادي الاهلي لو كسب سان داونز في سان داونز في بريتوريا يبقى النادي الاهلي هيوصل ليه 7 نقاط وهيظل رصيد سان داونز 7 برضه. 7 هيبقى كده نادي الهلال هو متصدر المجموعه 9 7 7 والقطن 0 والاهلي مركز ثاني بفرق المواجهات المباشره. فرق المواجهات المباشره عن سان داونز بالظبط كده. تمام هنروح للجوله الخامسه. لو احنا بنكمل على الاحتمال اللي احنا بنقوله ده هنروح للجوله الخامسه. النادي الاهلي هيروح للقطن في الكاميرون وسان داونز هيروح للهلال في السودان. مباراه الاهلي مع القطن هتبقى يوم جمعه. ايوه. مباراه سان داونز مع الهلال في السودان يوم سبت. ده اكيد دي مواعيد رسميه. خلاص دي مواعيد رسميه. يبقى النادي الاهلي هيلعب قبليهم. النادي الاهلي يكسب ان شاء الله والمفروض يعني منطقيا طبعا شفنا ان في فجوه في فجوه فنيه. قلنا كابتن فريق سان داونز يا جماعه مواليد 97 ففي فرق خبرات كبيره جدا. يعني اللعيبه كلها صغيره في السن وهم واضح جدا جدا ان القطن بيحاول يطلع لعيبه صغيره عشان يبيعها ويبدا ياخد فلوس. طيب فالنادي الاهلي ان شاء الله يكسب القطن يوصل للنقطه 10 وسان داونز عنده موقعه الهلال هيلعب مباراه تاهله خلاص موضوع منتهي. فبنسبه فوق نصي سان داونز بيلعب بكامل تركيزه مع الهلال يبقى في احتمالين لا سان داونز يكسب او يتعادل. طيب سان داونز كسب هيبقى 10 زي الاهلي يبقى هنا 10 10 والهلال 9 والهلال 9. طيب يتعادلوا هيبقى الهلال 10 الهلال 10 والاهلي 10 وسان داونز 8. سان داونز اتغلب هيبقى الهلال 12 وسان داونز 7 والاهلي 10. في كل الاحتمالات الاهلي يكسب الهلال هنا في مصر 1-0 يتأهل يتأول يتأهل الاول. يبقى طريق الاهلي للصداره والتأهل الفوز على سان داونز في بريتوريا. في بريتوريا تكسب في بريتوريا نسبه حصولك على صداره المجموعه مهما كانت مهما كانت شوف مهما كانت نتائج سان داونز والهلال والهلال مع بعض مهما كانت النتائج مش تفرق معاك. هتكسب في بريتوريا يبقى انت وتكسب الهلال 1-0 انت خدت صداره المجموعه. فده الاحتمال اللي كلنا طبعا اكيد بنتمناه. نروح للاوبشن بي وهو انك ترجع من بريتوريا بنقطه تاخد تعادل. ساعتها يا استاذ محمد كده بقى سان داونز كام؟ هيبقى سان داونز 8 والاهلي 5. وطبعا احنا مفترضين ان الهلال هيكسب كده كده هيكسب القطن في السودان. تمام يبقى كده سان داونز يبقى الهلال متصدر 9 نقاط سان داونز تاني ب 8 نقاط والاهلي ثالث ب 5 نقاط. الجوله الخامسه الاهلي هيروح للقطن زي ما قلنا وسان داونز راح للهلال ان شاء الله باذن الله الاهلي يكسب. الاهلي كده بيصل للنقطه 8 زي سان داونز زي سان داونز. سان داونز عنده هنا مواجهه محفوفه بالمخاطر اكيد هو مش ضامن لسه ما
مفيش كله متشعلق في الهواء مفيش حاجه واضحه. 9 8 8 سان داونز كسب هيوصل للنقطة 11 ويبقى الهلال 9 والنادي الأهلي 8 وبالتالي النادي الأهلي كده في الجولة الأخيرة هيلعب على احتمال واحد يكسب. إن هو يكسب عشان يتأهل بس مش هياخد الصدارة لأن 100% سان داونز هيكسب القطن في الجولة الأخيرة وبالتالي يبقى الصدارة محسومة لسان داونز لسان داونز. بس سان داونز لو نجح في التعادل مع النادي الأهلي في بريتوريا بنسبة كبيرة جدا 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 يبقى سان داونز هو المتصدر بس ماتشه مع الهلال مش هيبقى ضامن ما يخسروش ما مش هيخسروا وركزوا في كلام محمد ده جدا عشان الاحتمال التاني اللي احنا هنقوله دلوقتي سان داونز الاحتمال الاول احنا قلنا الاهلي يكسب يكسبه في بريتوريا او يتعادل معناه انه هيروح السودان يلعب بجديه وحط تحتيها مليون خط موضوع محسوم بجدية. يعني مش هيفكر في اللي ممكن يفكر فيه في الاحتمال التاني اللي احنا هنقوله دلوقتي. طيب الاحتمال الثالث ان الاهلي لا قدر الله لا قدر الله يخسر في بريتوريا. طيب لو خسر ساعتها هيبقى سان داونز في ناس كتيره بتقول ان لو الاهلي خسر في بريتوريا خرج رسميا من البطوله. الاجابه رسميا لا بس غير رسمي اشرحها نشرح بقى وانا هسال محمد هنعكس بقى هنا انا اللي هساله محمد هو اللي هيوضح. طيب في الاحتمال ده بالذات احنا كده هنروح الاهلي كده هيخسر الهلال هيكسب يوم الثلاث مع القطن يبقى هيوصل النقطه 9 يبقى كده احنا اصلا متفقين الهلال هيوصل النقطه 9 مفيش اي مشكله اكيد. النادي الاهلي قدر الله يخسر يوم السبت الجاي يبقى هيظل اربع نقط وسان داونز يوصل 10 نقط 10 نقط يبقى 10 9 4 وباقي مباراتين جولتين. النادي الاهلي منطقيا هيكسب القطن في الجوله الخامسه يبقى هيوصل النقطة 7 سان داونز بيلعب الهلال يا استاذ محمد في السودان والاهلي وصل بعد الجوله الخامسه لسبع نقاط بس يبقى يعمل ايه؟ طيب الجوله دي المفروض سان داونز هيلاعب الهلال في السودان. نعم سان داونز رايح وعنده 10 نقط بالظبط والهلال عنده 9 نقط. سمع. افضل نتيجه لسان داونز لضمان التاهل انه يخسر من الهلال. صح. افضل نتيجه لسان داونز انه يضمن التاهل انه يخسر من الهلال. ليه؟ الهلال هيبقى 12 ضمن التأهل وسان داونز هيبقى 10 ضمن التأهل. ليه؟ لأن في المواجهات المباشرة مع الأهلي اتعادل في القاهرة وكسب في جنوب أفريقيا يبقى بالتالي آخر جولة ليس لها قيمة رغم أن الأهلي ساعتها هيكون وصل مثلا 7 نقط بعد ما الفوز على القطن الكاميروني. فبالتالي حتى الأهلي لو كسب الجولة الأخيرة على الهلال هنا في القاهرة وبقى 10 نقط وسان داونز آخر جولة مع القطن الكاميروني وخصم القطن الكاميروني برضه تأهل تاني والهلال الأول. ولو أنت سألت أي مسؤول في سان داونز تطلع أول المجموعة ولا تطلع تاني المجموعة والأهلي يخرج؟ هيقول لك اطلع تاني المجموعة والأهلي يخرج. ليه؟ لأن هو بالنسبة لهم النادي الأهلي بيتحول الفرقة دي بتتحول لوحش أول ما بنروح لمرحلة النوك أوت. هم عارفين كويس الأهلي في دور المجموعات حاجة في دور النوك أوت صحيح. حاجة تانية. طيب اذا الاهلي خسر لا قدر الله نعم. وبقى 4 نقط نعم. وقلنا ساعتها ان سان داونز هيبقى 10 نقط والهلال 9 نقط في احتمال بسيط جدا ان الاهلي يتاهل طبعا هيبقى ازاي يا كريم نشرحه بقى. الاحتمال الوحيد ان النادي الاهلي يتاهل وصيف طبعا للمجموعه في حاله لا قدر الله انه خسر كمان من سان داونز انه يكسب القطن والهلال يبقى كده وصل للنقطه كام 10 نقط. نادي الهلال هيبقى مطالب ان هو حاجه من اتنين لا يتعادل مع سان داونز في السودان يبقى كده يوصل نقطه كام 10 بس بشرط الاهلي في الجوله الاخيره يكسب 2-0 يبقى ساعتها يبقى الاهلي 10 والهلال 10 فالاهلي كده خلاص بالمواجهات المباشره يتاهل على حساب الهلال طيب. بس لازم سان داونز والهلال يتعادلوا طيب او طيب لو سان داونز كسب الهلال هناك تبقى سهله يبقى الاهلي سهلة. يكسب في الجوله الاخيره يصعد بفارق نقطه وياخد الوصيف بالظبط بس دي كل الاحتمالات اللي انتوا ممكن تتخيلوها لمشوار النادي الاهلي ان شاء الله بدايه من يوم السبت الجاي ونتمنى نخرج من كل الحسابات دي والكالكوليتر وكل الات الحاسبه بين النادي الاهلي يا محمد ان شاء الله يحقق الانتصار ويخرجنا من كل الدايلاما دي.